يتمرقص هو. شوفوا النزل. السلام عليكم شلونكم شلون اخباركم اتمنى بخير رجعت لكم فيديو جديد اتمنى يعجبكم وياكم القروه على اللاوي طبعا شباب لا تستغربون هذا مو سيت اب مال سيت اب مال صديق عادل اوكي يا شباب طبعا شباب كلكم تدرون انا حاليا بتركيا وهواي اجتني اسئله تقول يا علاوي شلون سافرت تركيا وشلون شفت تركيا وشنو صار وياك اول يوم اوكي شباب طبعا الكل يعرف انا اجيت لتركيا وحدي وحاليا انا بالشقه مع صديق عبد يعني ما اجرت شقه او ما اجرت فندق وحدي والشيء الثاني انا اجيت مو اقيم يعني هواي ناس تقول لي يا علاوي اجيت يمتى ترجع للعراق وبعد ما ترجع للعراق لا انا فتره وارجع للعراق يعني شلون اجيت سياحه فاجيت مثل سياحه اوكي ولد فهواي ناس تقول علاوي ايش قد غطيت فلوس وما ادري شنو والله الصراحه اول يوم غطيت بس ما احرق عليكم الفيديو لان اريد ان اطلع برا واصور لكم الاجواء اللي يم الشقه وبنفس الوقت احكي لكم شنو صار وياي بالضبط فاتمنى اتمنى منكم توصلون على الفيديو 30,000 لايك ادري بيكم كفو ما تقصرون مشاهده ممتعه. السلام عليكم شلونكم شلون اخباركم؟ اتمنى بخير رجعتنا لكم في جديد اتمنى يعجبكم شباب اليوم الفلوق فتشي اليوم راح اسولف لكم اول شيء بتركيا شنو سويت ومن وصلت شنو سويت وش قد صرفت اول يوم بتركيا اوكي وقبل كل شيء راح اخذكم بمكان فتشي اتمنى منكم توصلون هذا الفيديو 30,000 لايك لا 40,000 40,000 لايك مشاهدة ممتعة طبعا شباب شوفوا هذا المكان اللي رحنا له قريب على الشقة مالتنا هذا المكان بورصة اوكي نص بورصة يعني شلون اقول لكم لبة المحافظة اوكي شوفوا هذا قدامنا مجمع وبصفة مول اخذ لهم داير بشوفوا شوفوا شباب شوفوا واحلى شيء فوقها جبال شوفت جبال المكان هذا يعني قريب كلش الشقة مالتنا هيك صارت يعني بعد يمكن 5 دقائق عنا بس المكان يجمع به المحافظة يعني كلها تيجي هنا تشتري أشياء هذا المول شوفوا كل شيء موجود به وهذا قدام المجمع وهاي ما أعرفها شنو هذا هم مول مول يعني هو مول ويا يا ولد شوفوا هسه نطببكم جوا ونراويكم كل شيء بالمول كل شيء يعني ببالكم أي شيء أجهزة حتى تكرمون حيوانات اوكي بس نطببكم نطب للمول وراويكم كل شيء بيه فخليكم ويا الفيديو مشاهده ممتعه اوكي ولد بس تعالوا شوفوا هذا المجمع مال الملابس هذا مليان مليان تعرف لا تقلص لا شوف روحك تقلص يلا ولد هلا هذا مجمع مليان ملابس كله باد بوي تعالوا شوفوا هذا 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 بصال مو حدا كون اشيلها قطعة على راسي هاي هاي ما مكتوب سعرها لو موجود 200 ليرة 200 ليرة يعني 25,000 تقريبا تسوى وايد برمودة يعني 130 ليرة 130 ليرة يعني هاي بادي هاي بادي بادي 130 ليرة تقريبا 13,000 تقريبا 13,000 بس فتشي يعني ماركه يمكن اوكي يا ولد نازلين بالمصعد مثل ما تشوفون هذا عبد درج متحرك شباب مصعد شنو درج متحرك؟ درج متحرك اي هاي انت تسميه درج متحرك اوكي يا ولد نزلنا يمه نزلنا للطابق الثاني وراح نراويكم شوفوا يا ولد هذا الطابق الثاني من المول شوفوا هذا بس الطابق الثاني شوفوا ايش كبره يعني فتشي اوكي هاي الطابق الاول شوفوا هاي الطابق الاول هاي الطابق الثاني وها مو عبالكم بعد يعني اكو طوابق فوق هواية شوفوا عبد عادي بنية طيتنا من هاي يريد بلا عبد شمة طيب القطرة طبعا يا ولد جاي نمشي والبنية هاي البنية حطتنا هذا كرتونة نشمها فيها عطر طيب العطر تمام تمام قد سعره طبعا يا ولد والله والله ما يعرف
بالتركي اللي ما يعرف بالعملة مالتهم ينغط، صح لو لا؟ والله صحيح، والله ينغط. يعني هذا المول شوفوه، إذا أنت الطبله زين، إذا تطلع زين، إذا تطلع منه صارف لك ورقتين لو ثلاثة، يعني غط كارثة، خاصة العراقي يشوفون عراقي يغطونه، صح أمي؟ مو أنت عايش وياهم وتريد تدافع عليهم؟ لا لا صحيح صحيح. طبعا اول تشوفوا هاي الالعاب، هاي يجونها على الاطفال، شوفوا مع الاطفال، يعني شوفوا هاي المجمعات كلها، هذا قسم مال الاجهزه، شوفوا كل اجهزه، يعني قسم للكهربائيات، قسم للاجهزه، قسم للملابس، قسم للاهديه، قسم للهاي، انواع واشكال. يعني اوكي اول تشوفوا هذا الكرسي، هذا الكرسي رهيب. شنو هو؟ تخلي 5 ليرات يسوي لك مساج لمده 5 دقائق، تخلي 10 ليرات يسوي لك مساج لمدة 10 دقائق، تخلي 20 يسوي لك، وهكذا. اوكي فتشي، يعني شوفه راح اخلي عبد يصورني وشوفه. شوف بدأت تصور، بدأت تصور شنو؟ بدأت تشتغل. شوف عبد، شوف شوف شوف. والله مساج، هسا بدأ مساج من راس الرجلين حتى بالراس، شوفه بالراس. لا تحرك راسك، خليه لك عبد تسحني. اي 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 خليه، مرده مرد، ها مرده جاي. وش الاخر جاي مرده عبد، جاي مرده على ايدك شلونها؟ اه فتشي، تقدر تطلعها بالله؟ اي هاي بس بس بيجي ينضغط. شوف شوف والله مساج. تقول جاي انترفيو. يا اخي ما ادري شنو هذا الظروف، والله علام كان بس هذا صرفه. مدد مدد يتمرقص هو. شوفوا النزل، جيب جيب. يلا والله شنو علام فتشي، والله فتشي. شوف جاي يفرج كل جسمه، كل الجسم يفرج من راس الرجلي. ارجع ظهرك غير مساج، ارجع يا ولد. طبعا كملنا من المول، مثل ما تشوفون المول، المول يمكن 7 طوابق أو 8، فكملنا منه وطالعين من عده، وراح نصور لكم الاجواء اللي برا المول. اوكي اوكي يا ولد. طبعا صار دنيا الليل، رحنا فطرنا ورجعنا للمكان، نريد نراويكم الاجواء بالليل شلون. اشوفوا هذا المول نفسه، هسه اقلب لكم الكاميرا. متروس متروسه، ترسه ترسه. فطرنا وجينا نراويكم الاجواء بالليل شلون يا ولد. بس شوفوا الكلب مالتهم شلون لطيف، شوفوا. مرحبا، هلو، شوفوا يا اخي مو مثل كلبنا، شوفوا كلب نايم بالشارع، ذاك كلبه نايم، الكلاب نايمات بالشوارع وما حد يحاكينا. هسه ابسط شيء هذا الكلب، اذا يمنا شاشبع قنادر ونهود، شوفوا شلون لطيف، شوفوا لا حد يقول نقص رجاء، حتى من تلمسه منها. شوفوا عبد ما تصافح ايش قاعد يسوي يا اخي، والله شوف شوف شوف، حتى من تلمسه من هاي ما يسوي لك شيء، بس لا يقوم يشيلني بعضه ويفشلني. شوفوا ذاك همه، ذاك الكلب هم نايم، شوفوا وش قد لطيف هذا الكلب لو بالعراق، شاشبع قنادر، صح لو لا يا ولد؟ شوفوا يعني هزاني اذا اجي انام فوقه ما يجي. شباب شوفوا العازف التركي، يعني انت هنا توقف تريد تسمع وتروح، تريد تطي فلوس بكيفك. شوفوا بالنسبه لي راح اطي فلوس 5 ليرات، آه انت بكيفك تريد تطي فلوس. اوكي يا ولد. طبعا هواي منكم سألني قال على وشلون سافرت وحدك وشلون جيت، طبعا وشلون اول يوم قضيته. طبعا اول يوم اول ما وصلت، يعني تقريبا طلعت من اهلي بالـ6 الصبح، وصلت لتركيا بالـ10 بالليل. اوكي من وصلت بالـ10 بالليل، نمت اول ما قعدت اكيد
ما صايم انا اول ايام من وصلت، فطلعت اتريق اول ريوق لي غطوني 50 ورقة، العفو 50 ليرة، يعني تقريبا بالعراقي 20,000 غطوني. فرحت العبد قلت له نزلت هيك وهيك، قال مبروك غطيناك 20 ليرة. فقلت انا ما ادري وما ادري شني. فنصيحة يا ولد، اي واحد يجي تركيا يعتبر روحه مخطوط. يعني شلون اقول لكم، انا صح اول مرة ازور تركيا، بس اذا واحد ما يعرف اللغة هواية ينغص. اوكي، فانا دائما عبد وياي، اذا اطلع عبد ما يخليني، لاني اعرف بس اطلع انغص. اوكي ولد، فهنا انا ان شاء الله فترة وارجع للعراق ما ابقى هواية. فاتمنى يعجبكم الفيديو، هنا وصلنا لنهاية الفيديو، انتظروا مقاطع جديدة في تركيا، وشكرا لكم على المشاهدة، مع السلامة. يلا مع السلامة، باي باي. لا حد يلح، باي باي.